معلومات لا تعرفها عن لاس فيغاس. بصحرائها الساحرة وفنادقها الفاخرة، تستقطب لاس فيغاس عشرات الملايين من الزوار سنوياً للمقامرة والاحتفال وقضاء أمتع الأوقات. لنتعرف أكثر في هذا الفيديو على عاصمة المقامرة في العالم، لاس فيغاس. في عام 1980 تم طرد معظم العاملين في مستشفى لاس فيغاس بعد اكتشاف أنهم يقامرون على حياة أو موت المرضى. إحدى الممرضات اتهمت بقتل مريض كي تربح الرهان. بعكس الاعتقاد السائد، الدعارة ليست قانونية في لاس فيغاس. حسب الإحصاءات، فقط 15% من الأشخاص يزورون لاس فيغاس بهدف المقامرة، لكن 71% ينتهي بهم المطاف يقامرون. هناك أماكن مخصصة لقيادة الجرافات وحتى الدبابات للتسلية. أضخم ربح حققه مهندس بعمر 25 حين وضع رهان بمئة دولار وربح 39 مليون دولار. احتمال الربح كان 1 على 16.7 مليون. يزور المدينة سنوياً حوالي 41 مليون زائر. لاس فيغاس هي أكثر مكان مضيء على سطح الأرض إذا نظرنا إليها من الفضاء. أموال المقامرة تتجاوز 43% من مدخول المدينة. إضاءة لوكسور تتطلب فاتورة شهرية تقدر ب 15 ألف دولار. أكبر دخل للكازينو يأتي من سلوت ماشين حوالي 60%، وقد تمر أيام قبل أن يربح أحد المقامرين جائزة ذات قيمة. أغلب المعالم السياحية والأضواء والفنادق حتى إشارة الترحيب هي في الحقيقة لا تقع ضمن مدينة لاس فيغاس، بل في مدينة صغيرة محايدة اسمها بارادايس. متوسط الأموال التي يقامر بها الفرد في رحلته إلى لاس فيغاس يقدر ب 447 دولار. 300 شخص يتزوجون يومياً في لاس فيغاس، كل ما تحتاجه هو بطاقة هوية و55 دولار فقط. تمت تجربة قنبلة نووية قرب لاس فيغاس، استقطبت كثير من الزوار في الخمسينيات، وتم تسمية ملكة جمال لاس فيغاس في الخمسينيات باسم ملكة القنبلة النووية. الطوابع في لاس فيغاس تحمل رأس تمثال الحرية، لكنها ليست تابعة لتمثال الحرية الأصلي في منهاتن، بل للنسخة المقلدة في المدينة. تضم مدينة لاس فيغاس 17 من أصل أكبر 20 فندق في الولايات المتحدة الأمريكية. يعود كثير من الفضل لفرانك سيناترا في شهرة المدينة، حيث امتنع عن الغناء في المدن المجاورة التي لم تستقبل الأشخاص ذوي البشرة السوداء.